نائبة المحترمة السيدة فاطمة التامني. السيدات والسادة، في الواقع مناقشة هذا الموضوع كتحيلنا على مطلب من أهم مطالب ديال فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهو حرية الرأي والتعبير. وأنا واقفة أمامكم اليوم كنتذكر العديد من الصحفيين اللي تم إسكات أقلامهم بالاعتقال أو بالتهجير القسري، وهذه مناسبة من هذا المكان لتجديد الدعوة لإطلاق سراحهم. كذلك وبعد ما فتحت حركة 20 فبراير قوس صغير لحرية الصحافة، نوعا ما سرعان ما تم إغلاق هذا القوس من خلال مسار تراجعي، مسار تراجعي اللي كيرسم اليوم صورة قاتمة على حرية الرأي والتعبير. وبالتالي كنوجدوا أنفسنا أمام مشروع مجانب للديمقراطية، يتضح أنه لا ديمقراطي وينزلق نحو بسط الهيمنة والوصاية وتقويض قوانين الصحافة وحرية الرأي والتعبير، وبالتالي فالمشروع مرفوض جملة وتفصيلا. شكرا سيدة النائبة المحترمة.